يصلحوا ليك؟ أم محمد. أنت كم أنت عندك؟ عندي 4 بنات فين ولد. مدارس؟ أي مدارس. راتب عالي عندك؟ عندي بس ما يكفي. يا سنة توفى زوجك؟ 2015. شو سوى وفاته؟ جزبة. انت قلت لي عندي بنات مريضات؟ اي والله مريضات. شبيه؟ واحدة عندها التهابات بالكبد وفقر دم عام. زين. وواحدة عندها هرمونات يعني مريضة وإذا ما تسمع بها اليمين. زين. أم تاخذ علاج أم الضعف فقر دم؟ اي تاخذ يوميا تشرب. ايش تاخذ؟ تشرب هاي أبرة تحطها بالعصير مال فقر الدم وتشرب بعد وياها. ايش الأبرة؟ والله الفين اشتري. زين لمدة ايش قد تستمر هاي؟ يقول الدكتور مدة 3 أشهر وين خاصة 3 أشهر الراجعة هم ياخذني تحليل. شو وقت راجعتي؟ شو وقت آخر مرة راجعت الدكتور؟ راجعته بشهر 12 يعني 3 أشهر يعني الواحد والثاني والثالث. لا احنا مرتين لسه نكرر يعني. كرر يعني بعد الصيف الفاتح. منا الشهر الرابع يطلعين مو؟ اي هم راجعها له واشوف شو. والثانية مريضة شو؟ الثانية والله عندها هاي الهرمونات ضعاف يعني راح الطبيعي بال 18. زين يعني وماكو علاج لها؟ والله ماكو خذيت لها تحليل ب 80,000. ايه قالوا لك؟ وقالوا عندها ضعف عام يعني هاي بهيجي حالة راح تظل على قبل ما تصلح للزواج. اي وما اقدر اقشها قل لي الواحد مثل كل شيء. لا لا زين والاولاد؟ الاولاد الحمد لله والشكر زين. زين زين انت راتب مصدر عزق ايش راتب الرعاية؟ اي وراتب الرعاية وخير. زين شو المحتاجة تستلبس حاليا؟ والله اريد يعني علاج البناتي يكون ما احتار بالطبيب، يعني اذا اريد اروح الصيدلية يكون ما احتار، يكون يعني جيبي بي. ثلاجة عندك؟ ثلاجة عندي. طباخ؟ هم عندي. ان شاء الله الخير تشوفون حالتك. رحم الله والديك.